واصلت طواقم هيئة الأعمال الخيرية العالمية توزيع كسوة العيد على الأطفال الفلسطينيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد لإدخال الفرحة والسرور على الأطفال في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. المزيد مع مراسلتنا شروق أسعد من الأراضي الفلسطينية. عيد بأي حال عدت يا عيد، هذا هو لسان حال الفلسطينيين الذين يمرون بظروف سياسية واقتصادية هي الأصعب، ظروف خفف بعضا من وطأتها حصول الأطفال على ملابس جديدة بثت بعضا من الفرح في قلوبهم، حملته إليهم بحنو هيئة الأعمال الخيرية العالمية. أول إشي يعطيكم ألف عافية على الإنجاز اللي أنتم بتقدموه لكسوة العيد لأطفالنا، ونشكر هيئة الأعمال الخيرية العالمية لتقدمها ولإنجاز هذا لأولادنا ولبناتنا، إنه خفف عنا كحرب غزة وكالحرب اللي موجودة في الضفة، إنه خفف عنا وساعدنا إن نكسي أولادنا للعيد. مما تحبون هو عنوان برنامج كسوة العيد لأطفال فلسطين الذي نفذته هيئة الأعمال الخيرية العالمية، مستهدفا مئات الأطفال ممن لا تتمكن أسرهم من شراء ملابس لهم. لا شك أن حملات الهيئة يعني متعددة ومتنوعة وتهدف يعني إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني في هذه الأثناء، وفي ظل الأجواء يعني أيضا الأجواء الحزينة التي يعني تحيط بكل أبناء الشعب الفلسطيني. ورغم ذلك هيئة الأعمال الخيرية العالمية تحاول أن تخترق هذا الجدار، جدار الحزن، من خلال يعني بعض المبادرات التي متعلقة في كسوة العيد التي تستهدف منها الأطفال ورسم البسمة على وجوه ومحيى الأطفال وخاصة الأيتام وأصحاب يعني الحاجة. وهذا العمل الذي تقوم فيه هيئة الأعمال الخيرية العالمية تقوم فيه بالتعاون مع الجمعيات الشريكة التي على الدوام دائما تكون فيها تعاون. تقديم كسوة العيد في ظل هذه الظروف الصعبة جدا كبادرة أو باركة أمل للأطفال ولأمهاتهم والأسر المحتاجة من إخواننا العمال والعاطلين عن العمل، موظفين اللي بيعانوا من سوء الدخل ونقص في كمية كبيرة في الرواتب، وخففت عنهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. لا تتوقف مساعدات هيئة الأعمال الخيرية العالمية على مدار العام، من إفطارات رمضان إلى كسوة العيد والزكاة وكفالة الأيتام ودعم القطاع الصحي وغيرها. رسمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية البسمة على شفاه العائلات والأطفال في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة يحتاج فيها الفلسطينيون لكل ما يبث الأمل في نفوسهم. لأخبار الإمارات شروق أسعد، الأراضي الفلسطينية.